السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مختلفة عن المنهج اللي ماشية بيه القناة. طبعا احنا قناة رياضية مختصة بالفنون القتالية كلها، لكن الحلقة دي نازلة مخصوص لأولياء الأمور وللطلبة اللي بتعمل أبحاث اليومين دول، سواء المرحلة الثانوية أو الإعدادية أو الابتدائية. طبعا السؤال دوت في ناس ياما مش عارفة تنفذه وتسأل عليه كتير، ازاي تحول ملف من الوورد للبي دي اف عشان تقدر ترفعه على المنصة. فهنبدأ مع حضراتكم طريقة سهلة جدا ومبسطة. دلوقتي هنخش نفتح ملف وورد عادي بالشكل ده كده اهو، ايا كان نوع الوورد ايه، 2010 13 16 او 19، نفس الطريقة مش هتختلف. او ملف الوورد بيفتح معانا، او انا هنا في الفيديو بستعمل وورد 2010. بيحمل فتح كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هو دلوقتي هيحمل الصفحة عادي وهيجيب لي طريقة الحاجة اللي انا كاتبها في ملف الوورد ايا كانت ايه هي، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا كان في بحث معمول على ملف الوورد بالطريقة دي، فانا عشان احوله لبي دي اف عشان اقدر ارفعه على المنصة طريقة سهلة جدا، هضغط على قائمة فايل اللي فوق دي زي ما حضراتكم شايفين الطريقة دي، هختار منها تاني كلمة اللي هي سيف از. سيف الأولانية ديت هتثبته بصيغة الوورد، إنما سيف از هتختار منه الصيغة اللي عايز تحفظه بيها. ضغطنا على سيف از زي ما حضراتكم شايفين أهو، هنا فتح لي عايز أحفظه فين، والقايمة اللي تحتها دي اللي مكتوب عليها وورد دوكيمنت هنتك عليها، هنختار منها خيار البي دي اف اهو. دي الخصوصيات اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، في وورد دوكيمنت، في وورد تمبلت، في وورد ماكرو، وفي اهي كلمة بي دي اف هنختار منها البي دي اف تمام، وهنختار المكان اللي عايزين نحفظه فيه مثلا على سطح المكتب كده اهو، واضغط سيف. هو كده بيتحفظ بطريقة البي دي اف. معلش هو بس الجهاز عشان مليان فايلات، فعشان كده بس في شوية تهنيج. اضغط اوكي. هو دلوقتي بيسيف الطريقة. دلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا اهو اتحول بصيغة البي دي اف بعد ما حفظناه بالطريقة اللي قلتلكوا عليها. دلوقتي نفتح الملف عادي اهو، بس لازم تكون مثبت برنامج البي دي اف على الجهاز. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بقى بصيغة البي دي اف وعدد الصفحات فوق اهو، وتقدر تنزل اهو كده، هو بصيغة البي دي اف. وبكده انتهت حلقة النهاردة، ويا رب تدعمونا باشتراك ولايك للفيديو عشان نوصله لأكبر عدد ممكن ونفيد أكتر.